هلو جايز، راح اعطيكم اليوم حالات نطق حرف الاو وكيف راح ننطق الاو اذا كان عندنا حرف الاو متكرر يعني مرتين، لانه له حالتين. اول حاجه حنشوف حرف الاو في بدايه الكلمات راح يكون نطقه بهذا الشكل، مثلا عندنا كلمه order طلب او يطلب، open يفتح، office مكتب. ولكن عندنا كلمتين فقط راح ننطق فيهم او بهذا الشكل، اللي هي كلمة one طبعا هذه كلمة معروفة اللي هي كلمة واحد، وكلمة once بمعنى مرة واحدة. شو هذه الكلمتين الوحيدة اللي راح ننطق فيهم او بهذا الشكل، لذلك احفظوا الكلمتين هذه. أما بالنسبة لنطق حرف الأو في وسط الكلمات راح يكون بهذا الشكل، مثلا كلمة sun الابن، hot حار، a lot كثير جدا. أما بالنسبة لحرف الأو إذا أتى مكرر يعني مرتين أو فله طريقتين. أول حاجة راح يكون نطقه قصير، مثل كلمة book كتاب، foot قدم، look انظر. النطقة الثانية والصوت الثاني عندنا اللي هو الصوت الطويل يعني راح نمده، مثلا كلمة soon قريبا، spoon ملعقة، tooth سن. so هذه ما لها قاعدة ثابتة، ولكن مع الوقت كل ما تمر عليكم الكلمات بهذا الشكل راح تعرفون. آخر شيء عندنا نطق حرف الأو في نهاية الكلمة راح يكون بهذا الشكل، مثلا عندنا كلمة hero البطل، zero صفر، tomato طماطم. وبالتوفيق، لا تنسون تسوون لايك واكتبوا لي في التعليقات هل عجبكم شرحي أو لا. موفقين.